زميلنا الأستاذ سلمان بركات غامر وغاص في هذا الموضوع الشائك، أطلقت عليه اسم جريمة الذكية الجنسية في القانون اللبناني والأديان السماوية، وقدم له مشكوراً سعادة النقيب. ثم تناولت أضرار المثلية الجنسية، الأضرار الشخصية، الخلقية، النفسية، الصحية، والأضرار الاجتماعية. المثلية الجنسية صحيح أنها هي ظاهرة قديمة نشأت حتى أيام قوم لوط، ولكن لم يكن لها أثر هدام على المجتمعات كما هو الحال في أيامنا هذه. فإذا كانت المثلية الجنسية تؤدي إلى إساءة للغاية وإساءة للمفاهيم والمجتمع والقيم التي يقوم عليها المجتمع، فتصبح يعني الإتيان أو الإقدام عليها يشكل نوع من العمل غير السليم على الشعب. الأمر الذي حملنا على بحث أركان هذه الجريمة بحيث رأينا أن ركنها المادي يتحقق بالممارسة الجنسية الشاذة كاللواط أو السحاق. من هذه الجزئيات، أولاً وجود تعديل نص المادة 534 من قانون العقوبات اللبناني بشكل يتضمن تجنيد المثلية والشذوذ الجنسي بشكل واضح وصريح، والحد من التجرعات والإيقاعات التي تشجع على المثلية الجنسية، وكذلك الأمر بالنسبة للجمعيات الداعية إليها. خلاصة القول أيها السادة، وجدت أن المبررات والذرائع التي يستند إليها أصحاب الرأي المؤيد للمثلية الجنسية كما ذكر سعادة النقيب ليست مبررات علمية موضوعية مجردة، كما قال نقلا عنه صحيح للأمانة العلمية.